رسالة مني لحضراتكم جاي أعرضها، وموضوعاتها راح أكتبها وأحددها، بس انتوا برضو تأنسونا وتتابعونا، ده وجودكم ينور برامجنا وحيسعدنا. علشان نخيل البلح رح أغني موالي، وحقول لأهل البلد والعمي والخالي، لأن سوسة النخيل بوضعها الحالي ناوية الخراب والدمار في نخلنا الغالي. ولأن سوسة النخيل من أخطر الحشرات، وأما تصيب النخيل بتسبب الأزمات، والنخلة ذات نفسها تسقط من الإصابات، وعشان يقل الضرر حديكوا توصيات. أصل الإصابة بتحصل من حشرة كاملة تروح على نخلة متألمة أو نخلة فيها جروح، من فصل بعض الفسايل من غير ما عم فتوح، ما يعفر اللي انجرح ويسد باب مفتوح، بحفنة من البودرة أو حفنة من الكبريت، لأن فيه حشرة أخطر من العفريت تدخل على النخلة وفي أي جرح تبيض، وتخرج اليرقات وضررها يبقى شديد. وأعراض الإصابة بتاعت سوسة النخيل نشارة خشبية وإفرازات بتسيل، لها ريحة وحشة جدا أو نخلة رأسها تميل، بإصابة في القمة. وباقي الأعراض يا خليل في فسيلة متصابة تلقى فيها اصفرار، أو دخلة على نشفان أشبه بلسعة نار، وفي جذع نخلة مصابة تسمع لصوت منشار. عشان كده من هنا دقيت جرس إنذار، وفي الهمل في العمل مش هقبل الأعذار، قلمت بدر نخيلك وانصح ووعي الجار، واوعى ترمي فسايل متصابة على السكة، أحسن تزيد الإصابة وتمد زي النار. وفي الختام مليون سلام لولاد بلدنا وخلاني، ولقائي بيكو حيتجدد أكيد أكيد في ميعاد تاني.